السلام عليكم بليكيف، عازم همانا معكم في فيديو جديدة. واليوم جيت نهضر لكم على أكثر سؤال جاني في حياتي، واللي هو كيفاش تدير ترانزيشن. والهادو اللي ما يعرفوش شنو ترانزيشن، ترانزيشن بالعربية هي انتقال، وفي اللغة الإيديتين هي الانتقال بين لقطة ولقطة واحدة أخرى بطريقة شغل جميلة أو احترافية. هذه اللي حبوني نهضر بالعربية. واليوم جبت لكم واحد ترانزيشن اللي هي معروفه ويخدموا بها بزاف، واللي هي ماسكن ترانزيشن كما راكم تشوفوا في هذا الفيديو. بصح قبل ما نوري لكم كيفاش ديروها، حبيت ندير لكم تنويه صغير على واحد العفسه. ترانزيشن كما قال ليزي في الاخرين، شغل تقدر تكون اوفر يوزد ولا اندر يوزد، تما لازم تعرف وقتاش ديرها. وثاني، هذه ترانزيشن باش تخرج لك كما راك حابه وتخرج لك بيرفكت، لازم تخلي المشاهد يحس بلي مان تو دو ات. واش معناتها؟ معناتها كي تكون تفيلمي عمالك واش راك دير انت، وهذه الخدمه اللي راك دير فيها ما جاتش وحدها، جات باسكو انت عمالك واش راك دير. وكي تكون تفيلمي عندك ايدي على الفيديو تاعك فاش حتخرج، وهذه يعيطولها shoot to edit. ولي ترانزيشن اللي تشوفوها في الفيديو قاعد دير في بالك باللي باش تخرج لك شغل مليح وتخرج لك perfect، لازم تكون نص بالكاميرا ونص ديرها في البوست برودكشن كي تكون دير في الايديتينغ تاعك. ودوكا نولو ترانزيشن تاعنا ماسكن ترانزيشن. ترانزيشن هدرتها بزاف على بالي بالكلمة كلمة بزاف، معليش حملوها. هذه ماسكين ترانزيشن باش ديرها واش لازم لك؟ لازم لك حاجه تقطع لك الفريم تاعك، شغل شجره ولا طوموبيل ولا عمود ولا كش حاجه، تجي منا وتقطع الفريم تاعك حتى تخرج من الفريم كاع. هذه هي الحاجه اللي تسحق تعرفها باش دير ماسكين ترانزيشن. ودوكا كي صورت الكليب تاعك من صوتي والادوبي بريمير، نوريكم كيفاش تندار هذه الترانزيشن. بون ليكيب، هذا هو الكليب تاعنا لهنا كما راكم تشوفوا فيه. عندنا الكليب الاول والكليب الدوزيام. هذا انا واش ندير الماسك تاعي باش ما يخرجش شغل باين، باسكو من داك تحب تزرف فيه تما ما تحبوش يخرج باين. لهنا كان نريح ندير هكا يخرج طويل الماسك تاعي. نروح ندير كما درت لكم في الفيديو تاع سبيد رامبين، اللي ما شافش الفيديو هذيك تلقاها لتحت في الديسكريبشن. نروح لهنا ندير تايم ريميد بين، ندير هكا مدى غريب دايما الماسك، نديرو بي هكا في الكلافي، نعاودو نعبزو في ونطلعوها. نروح لهنا نديرو الماسك، نديرو كي فريم ونبداو. نرسمو مربع لهنا، وهنا باش الماسك يكون نديرو الماسك واش كاين داخل هذا المربع ماشي واش كاين برا. نديرو لهنا انفيرتد، نعاودو نصغرو هكايا مع الشجرة. نروحو فريم باي فريم على هذه. بون ليكيب، رانا كملنا الماسك تاعنا، هذا هو. واش علينا نديرو؟ علينا نعاودو نرجعو فيت، وهذا الكليب تاعنا. مغرب العقل نشوف وين راح يبدا الماسك ونديرو هكا، نجيبو لهنا وين يبدا الماسك. وكما راكم تشوفوا لهنا رانا كملنا الماسك تاعنا. انا واش ندير باش ما يخرجولك شويه هادو لي ديطاي هادو؟ ما دير تروح للايفكت كنترول للماسك، للماسك تاعك تروح للماسك فردر تزيد له شويه. راك خدمت الماسك تاعك، هذا مكان انا بالك خرج لي شويه لهنا الفيد كما راكم تشوفوا، بصح انت خدمو فريم باي فريم. بون ليكيب، رانا وصلنا لفنت هذا الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تستفادوا منها. راح ندير لكم بزاف لي فيديو على ترانزيشن تعلموهم ان شاء الله في لي فيديو اللي راهم جايين. خلينا كومونتير، ابوني اذا ماكش ابوني،
دير كومنتار. ثانك يو سو ماتش جايز على 1000 ابوني اللي وصلنا لها في يوتيوب. ان شاء الله نوصلوا المكتر. اذا عندك كاش عفسك حاب تعلمها ولا كاش ايدي اكتبها تحت في كومنتار. ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. بيس. مصباح هي الدور لهنا.